السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا طلب أحد الأبوين من الابن أن يطلق زوجته فهل يطيعهما في ذلك؟ إذا طلب يقول السلام عليكم إذا طلب أحد الأبوين من الابن أن يطلق زوجته فهل يطيعهما في ذلك؟ ولو لم يفعل هل يعد عاقا بهما؟ لا تلزمه طاعتهما في ذلك، لأنه ليس لهما الحق في أن يتدخل في طلاق امرأة الابن من غير سبب شرعي، بس لأجل الهوى أو لأجل النفس لا، ما يجوز هذا، حرام عليهما التدخل في هذا، ولا يطيعهما أيضا، وهذا من حقه هو. نعم.